رامو راح بوقت ركض على الكوخ وبإيده العلبة، وقت رجع ما كان معه شي. ألو؟ نعم بابا. زلوخ بنتي، البنك بعت لنا وراء كتير بخصوص هذا السماد المستورد، قال ما في ضمان، قال بدنا نسدد وما بعرف شو. هدول كان أخوك يلاحقهم، قومي تعي حلي موضوعه. هلأ فورا؟ ايه هلأ. ماشي جاي بابا. هلأ وقتك. امتى رايح؟ فوراً، بعد ما اشوف كارلو فوراً. وبعدين؟ بعدين بشوف نصيبي. روح لشوف، الله ييسر لك. بركي منرجع منلتقى؟ لا ما منقدر. ليش؟ لا تسألني ولا تتطلع وراك، إذا اتطلعت بتجيب البلا لحالك. منيح مدام هيك خاطرك. قولي قولي. هاي دي معقولة. ايه ماشي مفهوم سيدي، ماشي بخبره. اهلا وسهلا اغا. كارلو مو هون؟ هلا اتصل، على الطريق، بيقول لك استنى. الشحنة ما وصلت؟ شغلة كم دقيقة بتكون هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت شحموز؟ اي انا. لا تتحرك، ارفع ايديك، حامل مسدس كمان. مرخص. لقينا هذا المسدس معه سيدي. نزلون. وقف. شو هدول؟ الشرطة كابسة عم استودعنا. لا توقف امشي، خليهم مستلبسينه. ايه قلي لشوف يا سيد، شو هدول؟ اواني فخار.
هواني فخار؟ طيب وشو هذا؟ مخدرات. أكيد في غلط. من مين أخذت البضاعة؟ أنا ما شفت شو فيها، بس اللي حمل البضاعة بقور فهد. كذب، هاي أول مرة بشوف هالزلمة. والله عم بحكي صدق. والله لا أبرك يا عديم الشرف. حلاك سدو سدو، أصحى جعل ورا لشوف قلب شو لي هالغبي. جهنم اختفى الواطي. في شيء غريب سيدي. شو هو؟ مو شهموز قالنا انه حقي بنفسه اللي حمل البضاعة؟ ايه. وقت فتنا بالشحن على المستودع حقي سأله للشوفير اذا هو شهموز. اذا مثل ما حكى الشوفير حقي هو اللي حمل البضاعة بالشاحنة، ليش لا يسأل الزلمة عن اسمه؟ هدول إليك، ما رح تاخديهم؟ هدول مانن زهر، هدول اللي حاسهم بقلبي. لو كان قلبي جنيني لا أقلع وجيبه. ما رح تنعاد، هاي الشغلة خلصت، أختي عايشة خلصت. إذا بتقولي ما بدي شوفها لآخر عمري أنا أبلع. أنا بحياتي ما حبيت غيرك إيدار. إذا بدك ما مد إيدي عليكي ما رح مدها، وبضل واقف قدامك عم بتفرج عليكي، ورح بضل حبك لآخر عمري. سيد حبيبي قربتي.